النهارده فاضي النطرون، كنا في الاسماعيليه قبلها. اللي انا عايز اعرفه دلوقتي الخريطه الصنفيه لهذا الصنف. يعني انا كده عمال نلف مصر كلها، ولسه كمان عندنا مناطق هنزورها عشان نتفرج على انتاجيه الفول في هذه المناطق. انا عايز حضرتك كده خريطه صنفيه، زارعينه فين واحسن نتائج ظهرت لغايه النهارده. عارف حضرتك بتلف كل يوم. وفي البدايه طبعا انا برحب بسيادتك معانا في الحقول الارشاديه اللي احنا بنتابعها على مستوى الجمهوريه، لان سبحان الله يعني دي حاجه الهيه ان القران الكريم ذكر اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم. الحاجه الثانيه احنا بلد الفول والعدس. الحاجه الثانيه احنا من صغرنا واحنا عارفين ان مصر ام الدنيا. الحاجه الثالثه ان كان معروف ان مصر سله غذاء العالم. صحيح. وده اللي انا شايفه اليومين دول من فخامه الرئيس السيسي، ان في اتجاه كبير جدا للزراعه لان ده مصدر الحياه. هكذا انا برضو الفول، لان تم تقييم الصنف ده تحت ظروف الاراضي الصحراويه، لكن كان يهمني جدا هل يجود في شمال الدلتا ووسط الدلتا والصعيد والعلمين والساحل البحر ساحل البحر الابيض المتوسط. فده من اهم الدراسات اللي انا بتجه ليها، عشان خاطر والله اقول ان درجه ثبات الصنف ده على مستوى الجمهوريه بيجود في المنطقه الفلانيه ويجود في ولا يجود في المنطقه الفلانيه، عشان يبقى فيه توصيات ازرعه فين. يعني بحيث عندنا قاعده بيانات للصنف ده ضروري. انا عندي اكتر من 500 مزارع على مستوى الجمهوريه، ولله الحمد مش عاوز اقول لحضرتك احنا هنلف مناطق كتير جدا. انا امبارح كنت في كفر الشيخ وشفت فول مزروع في أراضي ملحة والناس أهله مبسوطة جدا. وهنا 1600 على فكرة. وهنا على فكرة برضو الملوحة في التربة هنا في الوادي النطرون، لأن بيشرب من مياه جوفية. فأنا يهمني جدا الصنف اللي هو بيتحمل الظروف البيئية اللي هي موجودة في المنطقة اللي زرع فيها، وده هيبقى مؤشر لنا كويس بحيث أن احنا في النهاية والله جاي حد عاوز يزرع الفول ده في المنطقة الفلانية، اقول له لا ده في المنطقه الفلانيه عندك اندوكيتور مزارع فلان الفلاني زرعه وبيدي لك انتاجيه قد كده. وبالتالي ان هو بيمشي ورا الايه، لان اللي بيقيم الصنف المزارع. الشجره اللي عديناها بره يا دكتور بذره واحده عامله 16 فرع وفيها حوالي 170 ارض فول. 170 ارض اللي هو انا مش شفتهاش قبل كده. وفي صوره بجد عشان ابقى واضح معاك، خليتني جاي النهارده جري، في صوره شفتها لحضرتك وهعرضها للناس دلوقتي. حضرتك ماسك برضو فروع من بذرة واحدة عاملة فوق 300 أرض. عايز أعرف فين دي؟ الجرة دي كانت في مزرعة الأماني عند المهندس خالد عقل، وكانت بذرتين، هم مش بذرة واحدة، كان عليهم 37 فرع وعليهم 500 أرض. وعلى فكرة دي اتعرضت في معرض القاهرة الدولي وشافها رئيس الوزراء في السنة دي، سنة من 3 سنين فاتوا شافها رئيس الوزراء، وكانت يعني حاجة مبهرة جدا. المهم في بعديها جالي مستثمر سعودي وجه بنفسه زار الحقل ده وصور فيه، وبعد كده بعت المهندس الفني اللي عنده في المزرعة جه كتب له تقرير وابتدى يطلب التقاودي. كان السنة دي طالب مننا كمية كبيرة، بس للأسف ان احنا ما قدرناش نوفر له التقاودي. دكتور انا سمعت الشكوى دي، مش لاقيين مرويت اتنين. طيب الناس تلاقي التقاودي امتى وتحجزها من امتى عشان تبقى متوفره ليهم؟ احنا بس ربنا سهل وعدل الموسم على خير، ابتداء من شهر 7 باذن الله هتبقى الشركه الوحيده المنتجه لهذا الصنف، عشان خاطر ما يحصلش اي لخبطه مع اي حد. هي شركه اريج الزهور للتنميه الزراعيه تحت اشراف المهندس مصطفى سيد عبد السلام نجلي، اللي انا عملت الصنف ده مخصوص وتابعه تحت اشرافي. الحاجه الثانيه التقاول اساس هتبقى موجوده في مركز بحوث صحراء، ودي أنا اللي بتصرف فيها طبقا للنظام المتبع في الدولة. إحنا عندنا مشاكل في الفول من ناحية الكميات، اللي هي إحنا بنستورد تقريبا فوق 60%. استخدام صنف زي ده بيديني فوق المتوسط في من المتوسط العام للمحصول زي ما قلنا 10.2 على مستوى الجمهورية. لو اداني 12، لو اداني 13 14 15 عند أي مزارع فهو بيحقق ربحية أعلى من كده، واخد بال حضرتك، وبيغطي لي النقص. أنا بتمنى من معالي وزير التموين يحدد سعر للفول، لكن ما نسيبش المزارعين للتجار يستغلوهم ويبخسوا بالمحصول للأرض ونرجع نستورد بملايين الدولارات.